في يوم من الأيام وفي إحدى الليالي جلس ليوناردو دي كابريو مع الممثل تيموثي شالامي. ليوناردو أعطاها وضعية شخبارك يا تيموثي، إن شاء الله بخير أمورك طيبة. رد عليه تيموثي وقال له أنا بخير أنت بخيره. رد عليه ليوناردو قال له أنا بخير يا حبيبي دامك بخير. وبعد حوار شيق بين هذول الاثنين طلب الممثل تيموثي من ليوناردو نصيحة. قال له أعطيني نصيحة في هذه الحياة تساعدني علشان أصير ممثل أفضل وعلشان أحظى بسمعة طيبة في مجال التمثيل. جلس كذا ليوناردو اعطاها وضعية الممثل الحكيم وقال له اسمعني يا بني، اسمعني يا تيموثي، اذا تبغى تنجح في مجال التمثيل فعليك بالآتي: 1- ابعد عن المخدرات، ابعد عن المخدرات قدر الامكان. تيموثي قال له حلو، وش كمان؟ وابعد عن افلام السوبر هيرو، مره افلام سوبر هيرو ابطال خارقين لا تظهر فيها نهائيا. اوكي خلونا نطلع من حوار الاثنين هذولي، بس لحظه، مخدرات ابعد عنها، اوكي كويس، حاجه كويسه، بس ايش دخل افلام السوبر هيرو في نجاح او فشل الممثل؟ علمني. لا علمني، لا من جد علمني. ليش انا والله ما ادري عنك يا ليوناردو، بس يبدو لي انه في عندك ماضي سيء مع افلام السوبر هيرو وسبب لك عقده. ما ادري انا مش عارف. ويا هلا ويا مرحبا عزيزي الوجيه عزيزتي الوجيهة، عدنا إليكم بالأخبار الأسبوعية من فقرة شخبار هوليوود. وعلشان لا يكثر الكلام اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وضغطوا لي على زر اللايك لو عجبكم الفيديو لأنه أكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناة، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا اربطوا لي حزمتكم ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. الخبر الأول واللي سوى ضجة في السوشيال ميديا يا جماعة هو إنه لوغين is back. ياب، لوغين وولفرين راح نرجع نشوفه من جديد على الشاشة، علما إنهم قالوا إنه فيلم لوغين راح يكون الأخير والظهور الوداعي لشخصية وولفرين أو لوغين. لا تسألني كيف ولا تقول لي كيف بيرجعوا، ما أعرف. كل اللي أعرفه إنه تم الإعلان رسميا إنه وولفرين راح يرجع في فيلم ديدبول الجزء الثالث. إذا هذا مش أحلى خبر في أخبار اليوم أنا ما أعرف وش أقول لك. نزل رايان رينولدز فيديوين، الفيديو الأول يلمح لعودة وولفرين وظهر كذا من وراه لوغين أو هيو جاكمن، والفيديو الثاني جلس رايان رينولدز مع هيو جاكمن وجلس يحاولوا يشرحون إيش كيف راح يرجع وولفرين بحكم إنه ميت في المستقبل بلا 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 بلا. ولكنهم لخصوا كل حاجة فيما معناه وقالوا يا جماعة لا تشيلوا هم، فيلم لوغين راح يظل زي ما هو، إحنا ممكن نلعب شوية في الماضي بحكم إنه فيلم لوغين كانت أحداثه سنة 2000 ومدري كم زمان قدام مرة في المستقبل، فلكم أن تتخيلوا كمية الأكشن والكوميديا اللي بتيجي مع بعض. رايان رينولدز، ديدبول، هيو جاكمان، وولفرين. أمامي وريني كمية حماسك عن طريق الضغط على زر اللايك. يا وجيه وصلنا لدي المرحلة تطلب اللايكات بالطريقة أيوة. حط لايك عزيزي الوجيه، الخبر يستاهل أنك تحط لايك. تعرفون الممثل كالب اللي انشهر في مسلسل سترينجر ثينكس؟ ياب عليكم نور. صرح يا جماعة تصريح قبل كم يوم عمل شوية ضجة في السوشيال ميديا للأمانة، وهي إنه مشاركته الأولى في سترينجر ثينكس كانت صعبة عليه وأثرت على نفسيته أكثر من مرة بسبب إنه تعرض للعنصرية أكثر من مرة وبشكل غير مباشر، مش من طاقم العمل ولا من طاقم الممثلين معه، إنما من الجمهور وبالتحديد في أحد معارض كوميك كون. تعرفون في معرض كوميك كون يجلسون المشاهير كده على الطاولة ويجون عندهم الجمهور يسوي طوابير، كل واحد ينتظر دوره علشان ياخذ توقيع وياخذ صورة. يقول كايلب في أحد المعارض الصف تبعي كان شبه خالي، كل الممثلين الثانيين صفوفهم مليانة، وذكر السبب ببساطة اللي كان هو يشوفه من وجهة نظره، قال because I am black، أو لأني أسود. يقول إنه صراحة كانت فترة صعبة عليه، بالذات لما يشوف أصدقائه جدا مبسوطين وهو أقل سعادة منهم، بالذات في ذيك اللحظات الجميلة، ولكن أمه وأبوه وقفوا معاه وقالوا له فيما معناه يا ابني لا تشيل هم، هوليوود زي كذا، الطفل الأسود الوحيد في مسلسل ما أو فيلم ما لابد ما يتعرض لهذه الأشياء أو هذه المضايقات، بس لا تشيل هم أمورك طيبة. أنثوني ماكي يا جماعة مؤدي شخصية كابتن أمريكا الجديد، سألوه في أحد اللقاءات هل راح نشوفك في فيلم ثاندر بولتس بحكم إنه هذا الفريق لمحنا جزء من تأسيسه في مسلسل كابتن أمريكا and the winter soldier، وكان رد واقعي ومضحك في نفس الوقت. قال لهم شوفوا يا جماعة أنا للحين ما عندي فكرة هل بشارك في فيلم ثاندر بولتس ولا لا، بس مارفل في أي لحظة يقدرون يتصلون علي ويقولون تعال because we own your ass. يب هو قال كذا، ويقصد إنه عقده مع مارفل يسمح لهم إنهم يحطوه في اي فيلم وفي اي وقت هم يبغونه. احب اقول لك يا انثوني انت اللي وافقت على العقد فالقم.
وبالحديث عن مارفل وأفلامها الجديدة، إليكم تحديث لمواعيد نزول أهم أفلام مارفل القادمة. فيلم كابتن أمريكا الجزء الرابع قادم سنة 2024 وبالتحديد في شهر مايو، وفيلم ثاندر بولتس اللي دوبنا سولفنا عنه قادم سنة 2024 في شهر جولاي، وفيلم ديدبول الثالث اللي راح يظهر فيه وولفرين ويب يب 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 الأشياء الحلوة ذيك قادم سنة 2024 في شهر سبتمبر، وفيلم فانتاستيك فور قادم سنة 2024 برضه في شهر نوفمبر. اللي بقوله لكم يا جماعة، سنة 2024 إن الله أعطانا طولة عمر راح تكون سنة جدا مهمة مهمة في عالم مارفل السينمائي. أنا ما أدري وش وضع الجمهور يا مارفل معاكم، بس أنا شخصيا يعني أحب أقول لكم إنه باقي فيه شوية أمل. شدوا حيلكم الله يخليكم، بالذات مع مسلسل شي هولك والحلقات اللي جالسة تنزل إلى الطريقة المنحدرة، كل واحدة أسوأ من الثانية. وفيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر تم الإعلان إنه راح تكون مدة الفيلم ساعتين وواحد وأربعين دقيقة، مدة جدا طويلة ومناسبة. وأحب أذكركم يا جماعة إنه الفيلم خلاص ما عاد بقي عليه حاجة، راح نشوفه في شهر نوفمبر القادم وبالتحديد يوم 11. والفيلم يا جماعة راح يكون مهم 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 جدا جدا، وراح يقدم شخصيات مهمة جدا من أشرار ومن أفينجرز، فجهزوا حجوزاتكم من بدري، الحجز المسبق راح يفتح في أي لحظة الشهر الجاي. وبرضه فيلم بلاك آدم يا جماعة خلاص ما عاد بقي عليه حاجة، قل من شهر ونشوفه في صالات السينما، واللي برضه يعتبر واحد من أهم أفلام دي سي القادمة. الفيلم هذا كثير أمال محطوط عليه ترى، وتوجه دي سي القادم والجديد راح نعرفه من خلال هذا الفيلم أو راح نتعرف على جزء منه. فأتمنى فعلا إنه دي سي تقدم لنا حاجة فعلا تليق بعالم دي سي الضخم. وأخيرا يا جماعة، وصل الإعلان الرسمي الأول لمسلسل The Office النسخة العربية. للأمانة يا جماعة، الشغل اللي عاملينه في تصميم الديكورات ومحاولة اقتباس أجواء The Office الأصلية قدر الإمكان حاجة تدعو للتفاؤل وتقول لهم شكرا عليه. الإعلان يبشر بخير إلى حد ما، والنجوم المشاركين برضو في أهم الأدوار من أرهب الأسماء اللمان. فأتمنى إنه مسلسل The Office النسخة العربية يكون قد الانتظار، ويقدم لنا نسخة عربية من The Office تخلينا نقول لكل حاسد وحاقد يس اقتبسنا عمل أجنبي وخليناه ممتاز. وتم إصدار التريلر الرسمي لمسلسل The Last of Us والمشتق من اللعبة الأصلية The Last of Us. للأمانة يا جماعة، بحكم إني مش خبير في اللعبة ولا أفتكر إني لعبتها لا زمان ولا حاضرا ولا يمكن ألعبها مستقبلا، المهم إيش اللي سويته؟ قلت يا حبيبي وجيه روح شوف آراء الناس على التريلر، فرحت وقرأت مجموعة آراء عن التريلر. وأحب أقول لكم يا جماعة إنه في عدد كبير من الجمهور متفائلين ومتحمسين جدا للمسلسل. الفيديو على اليوتيوب جاب حوالي 6 مليون مشاهدة في يومين، واللايكات وصلت إلى 260 ألف لايك. وفي تويتر فيديو إعلان The Last of Us قدر إنه يجيب 15 مليون مشاهدة وأكثر من 73 ألف لايك، أعداد جدا جدا ضخمة. وأكرر، أنا مش خبير في اللعبة، ولكن الأرقام اللي قاعد أقولها لكم أو اللي قلتها لكم تقول إنه ردة الفعل الأولية للجمهور جدا تبشر بخير. وعلى كل حال، الموسم الأول من مسلسل The Last of Us قادم سنة 2023 وراح يتكون فقط من 10 حلقات. هل في مواسم ثانية أو هل راح يكون موسم واحد بس؟ عنديش معلومة، ولكن غالبا بيكون أكثر من موسم. سألوا كيفن فايجي في أحد اللقاءات، كيفن فايجي المدير الكبير لمارفل، قالوا له هل راح نشوف بلاك بانثر بديل للممثل الراحل تشادويك بوزمان؟ وللأمانة جوابه كان جدا لطيف وإنساني، وقال إنه الوقت جدا مبكر على استبدال الممثل تشادويك، بما معناه إنه الجمهور ما زال يفتقد هذا الممثل، ومن غير الإنساني إننا نتجاهل هذه الجزئية ونستبدله بممثل جديد على طول. وجزء من الاحترام والتقدير لهذا الممثل الراحل والجميل راح يكون في فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر القادم. حبيبي والله كيفن فايجي حبيبي، انا احترمك صراحه، بس ركز لنا على عالم مارفل، اشتغل على ظبط المظبيط، الله يعطيك العافيه. وعلى طاري كيفن فايجي يا جماعه، دقيقه عندي اتصال. الو ابو فايجي، ايش اخبارك؟ عساك طيب حبيبي. حبيبي والله بخير، والله بخير بخير، يسلمون عليك كلهم الله يعطيك. ايوه وجود كله تمام. اقول لك حبيبي، مسلسل ارمر وور ما ودكم تخلونه فيلم؟ مسلسل شخصيه مره مهمه، تسوي لكنه مسلسل ويمكن يطلع سي جي اي مضروب، سووا له فيلم. فيلم ارمر وور بدل مسلسل بتكون حاجه مره كويسه، ايش رايك؟ عجبتك الفكرة حبيبي؟ حبيبي والله في الخدمة يا كيفن فايجي. أي وقت. أبشركم يا جماعة، مسلسل أرمر وور ما عاد بيكون مسلسل، بيصير فيلم يس، أي خدمة ثانية.
أعلن صناع مسلسل House of the Dragon إن الموسم الثاني من المسلسل ما راح يحتوي على قفزات زمنية كبيرة، وكمان أعلنوا إنه رينيرا الصغيرة وأليسنت الصغيرة ما راح يكون لهم أي فلاش باك في الموسم الثاني، وعلق أحدهم قائلا Let the dance begin. وفيلم Don't Worry Darling نزل، وعلى قد ما كان الفيلم هذا مسوي ضجة ومسوي زحمة والمخرجة أوليفيا ومدري إيش وتطرد في هذاك وتجيب هذا، وارنر برادرز قالوا خلاص آخر ميزانية عندنا بنحطها في بلاك آدم وهذا الفيلم. المهم يا جماعة الفيلم نزل في السينما أخذ تقييم سلبي على راسه بالكيلو إلين قال أمي. تخيلوا تقييم الفيلم الآن على موقع IMDb 6.3 من 10، والجمهور جالس يطقطق على الفيلم بشكل ساخر، مش انتقاد، لا قاعدين يطقطقوا، الناس قاعدين يطقطقوا على فيلم Don't Worry Darling. أنا ما تابعته يعني على حسب، فاهمين؟ إذا نزل كذا وأنا مزاجي كويس بتابعه، بسحب عليه. وكمان فيلم The Woman King اللي عملوا لنا زحمة فيه، أنا عملت لكم زحمة فيه ما أنكر، أنا 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 فاكر، أنا فاكر، لا تذكرني، ما يحتاج، انا فاهم، انا سويت لكم زحمه فيه، قلت لكم هذا الفيلم قد يكون اهم افلام السنه. انا للحين ما تابعته، بس اللي احب اقوله لكم انه الفيلم نزل في صالات السينما وحصل على تقييم جدا جدا منخفض، حوالي 6.1 من 10، واكثر من 4000 شخص قيم الفيلم 1 من 10. انا ما نعرف، بس تعرفون التوجه دي الايام، ناس ضد النسويه وناس مع النسويه، وناس يروحوا يقيموا الافلام اللي تدعم النسويه بالسالب كذا، بس عناد، ما نعرف ايش اللي قاعد يصير. بس للامانه انا ناوي اشوف الفيلم بنفسي واحكم، بالذات هذا الفيلم كذا في شيء غريب ماني داري، فبشوف الفيلم واحكم بنفسي. واذا انتم تابعتوه اكتبوا لنا في التعليقات ايش رايكم في فيلم The Woman King. وفيلم افاتار يا جماعة تم اعادة اصداره في صالات السينما، الجزء الاول طبعا، لو فاكرين قلت لكم راح يتم اعادة طرحه في صالات السينما بجودة افضل وتحسينات اكثر، بس تخيلوا انه بعد اعادة طرحه في صالات السينما هو اوريدي جايب 2 مليار ومن داري كم في سنة 2009، قدر انه في اسبوع واحد يجيب 10 مليون دولار وهو اعادة انتاج، يقلع ام القوة 10 مليون كذا جات كلام جوته كلام يا افاتار. وبالحديث عن شباك التذاكر الامريكي يا جماعه، فيلم توب جن مافريك ما زال صامد له 18 اسبوع، ما شاء الله تبارك الله 18 اسبوع وفيلم توب جن مافريك يطبخ ويسوي مشاكل وعامل شغل في البوكس اوفيس، ووصلت ايرادات الفيلم الى 1.6 مليار دولار. دايم تدرون ان شفت فيلم توب جن مافريك مرتين ياب، مرتين، وكل مره احلى من الثانيه. بالله باقي ما تابعته، رح تابع الفيلم، رح تابع الفيلم الله يهديك. وبالحديث برضو عن شباك التذاكر الأمريكي، فيلم بوليت ترين يا جماعة نزل بجودات عالية، تقدرون الآن تتابعونه من البيت من الجوال من المكان اللي يناسبكم. الفيلم للأمانة حصل على تقييم 7.5 من 10 تقريبا إلى الآن، وكثير من الجمهور مدحوه وأنا واحد منهم. أوكي الفيلم حلو جيد ممتع لطيف ظريف، ولكن كان محشي كوميديا أكثر من اللازم، غير أنه المنطق جالس يصيح في الزاوية في كثير من اللحظات، which is fine، هي كذا أفلام الكذب ليش لا، بس ستيل الفيلم جيد وممتع وأنصحكم تتابعوه في أي فرصة تجيكم. وكمان يا جماعة فيلم بلوند اللي يحكي قصة الراحلة مارلين مونرو نزل، وتقدر الآن تتابعه بجودات عالية سواء على منصة نتفليكس ولا سواء على إيش المنصات الثانية، ولكن تذكروا يا جماعة إنه الفيلم مصنف للكبار فقط، مش بلس 18 ولا بلس 21، لا مصنف إنه يحتوي على مشاهد جنسية بحتة، عيني عينك صريحة، ومصنف على إنه يحتوي على ألفاظ جدا جدا بذيئة وغير لائقة. ولكن يؤسفني أقول لكم إن الفيلم تقييمه 6 من 10، ياب أنا كنت متوقع انه قصه مهمه زي واحده مثل مارلين مونرو بيجتهدوا على فيلمه وبيشتغلوا عليه كويس، ولكن للاسف التقييم اخذ 6 من 10 على موقع IMDb، واكثر من 50% من الجمهور اعطوا الفيلم تقييمات جدا سلبيه ومراجعات سيئه. ومسلسل دامر للمجرم الأكثر خطورة في العالم يحصد مشاهدات جدا جدا عالية، وصلت إلى 190 مليون مشاهدة على منصة نتفليكس فقط، غير إيجيبيست غير العيال الثانيين. المسلسل هذا وصيتكم عليه في الفيديو وراح أعيد أحكي لكم قصته، لأنه لازم تتابعوه، فيلم جدا جدا يحكي قضية جدا مهمة حصلت واقعية لمجرم مختل كان يستدرج ضحاياه إلى بيته ويقتلهم ويأكل لحمهم. الله يا الله يلف. خلصت المسلسل في يوم واحد طبعا، جاب لأم النكد والهم يا الله. المسلسل مؤلم ومؤثر جدا وغير مناسب للمشاهدة العائلية، بس للأمانة يا جماعة يستحق المشاهدة إذا كان هذا التصنيف من المسلسلات والأعمال مناسب لك. الموسم الثالث من مسلسل The Witcher قادم، وبالتحديد سنة 2023 على منصة نتفليكس، ومسلسل 1899 اللي من صناع مسلسل دارك تم التأكيد انه راح يحتوي على 3 مواسم. يس حماس ما بعده حماس للمسلسل هذا بالذات.
وإلى كل عشاق سلسلة ناو يو سي مي، أحب أقول لكم يا جماعة تم الإعلان رسميا أنه راح يكون في جزء ثالث لهذه السلسلة الجميلة من الأفلام. هذه السلسلة أحس قد ما بيحلبوها ما راح يصير لها شيء، لأنها تتكلم عن حاجة جديدة مش حاجة نشوفها دائما، ألعاب الخفة والسحر والحركات هذه، فاهمين؟ مش السحر والشعوذة هاري بوتر، لا، ألعاب الخفة والخداع، حاجة مرة رهيبة السلسلة هذه. فيب راح يكون لها جزء ثالث، إلى الآن ما في معلومات كثيرة عنه، بس تم التأكيد أنه في فيلم أو جزء ثالث. وختاما يا جماعة، لو فاكرين الهاكر اللي اخترق لعبة جي تي اي 6، ياب، وسرب لهم حوالي 90 فيديو، فضح ابو جد ام روكستار، احب اقول لكم انه تم القبض على الولد. وايش طلع عمره؟ 17 سنة. يا نهار ازرق، 17 سنة يا روكستار، انتوا حاطين برامج حماية كويسة على سيرفراتكم ولا محملين برنامج افاست المجان؟ ايش فيه؟ كيف ولد 17 سنة يخترق شركة كبيرة ويا ساتر، الله، فضيحة، نقطة سوداء في سجلكم يا روكستار. بس اهم شيء انه ايش، تم القبض على الولد المفلسع ذا. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. اضغطوا على زر اللايك لو أعجبكم الفيديو بالتأكيد، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات على طريقكم علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.